هدف بالنسبه لي طبعا. و الملحن في العموم قبل ما يبقى منتج هو بيشارك في صناعه النجوم. يعني انت لما تعملي اغنيه لمطرب والاغنيه دي تبقى علامه في تاريخ المطرب او تساعده في النجاح فانت شريكه في صناعته. الشركه اللي بتصنعه او يعني الناس اللي بيصنعوه هم المنتج بتاعه اللي هو بيقول ان الموهبه دي انا هنتج لها، والملحن والمؤلف والموزع اللي عملوا له الاغنيه دول كلهم يعني شركاء في صناعه النجوم. فانا بصنع نجوم من قبل ما اخش في البيزنس ده. لما عملت خالد سليم مثلا دي اول اغنيه عملتها بلاش الملاهي، طب ما انا شاركت في نجاح خالد سليم لان التراك ده كان تراك مهم جدا ليه لغايه دلوقتي هو بيغنيه. لا انا بتكلم قصدي في حاجه، يعني خالد سليم كان اوريدي قبليها عامل حاجه، لكن انت بتجيبه ما بقاش عندهم يعني زي يعني. مثلا ما كانش ليها قبل كده شغل بارز او مع مصطفى حجاج مثلا، او مصطفى حجاج مثلا يمنعنا، وشريف نفس القصه بعد صوت الحياه ظهوره ما كانش موجود. يعني انت بتجيبهم من الصفر يعني خليني اقول، وبترفعهم قوي. فدي فكره الصناعي، انا قصدي على الصناعه دي مش صناعي انك تشارك في الصناعه. فهمت قصدك، هو في صناعه اللي هي من سكراتش يعني من البدايه، وفي انك تشاركي في المسيره او يعني تضيفي للمطرب او تعملي تحويل مسار مثلا. يعني ممكن مطرب شغال وكل حاجه واشتغل بطريقه معينه ويجي ملحن كده يروح واخده في حته ثانيه خالص. يعني مثلا زي ما ام كلثوم كانت بتغني رياض الصنباطي وبتغني محمد عبد الوهاب، وجه مليك حمدي مره واحده عمل لها الحان الاغنيه اهي، مسمعه الاغنيه، وانا عندي يعني اعمل اللي انت عايزه، بس انا مثلا عندي ريد لاين كذا، يعني بلاش تكروس الحته دي. مثلا لو بنت، لو ولد بقول له انا شايف الاغنيه ازاي، انت بقى اعمل ستوري بورد واعمل افكار واعمل كل حاجه، بس ما تجيش الناحيه. يعني انا يعني ده طبيعي، تقعد مع المخرج تقول انت عايز ايه من الاغنيه؟ والله انا عايز سالي تقدم بشكل كويس ولافت، لازم تبقى ملفته، لازم الناس تاخد بالها منها، وفي نفس الوقت انا مش بعمل كليب يعني اغراء ما بعملش اغراء. انا بعمل حاجه زي اللبنانيين بيعملوها اللي هي حاجه سكسي يعني حاجه جذابه، لكن مش حاجه فيها وقاحه. يعني مش رايح انا خاطر عشان خاطر يعني اعمل فيلم. يعني انا رايح بعمل اغنيه، الاغنيه دمها خفيف، فلازم الكليب كمان يبقى دمه خفيف، لازم تطلع بنت دلوعه وبتهرج وبتضحك وبتعمل زي بنشوف مطربين مطربات كتير زي نانسي عجرم زي فواز زي هو نانسي في خصمك كل الكليب. نانسي نانسي اتهاجمت جدا في خصمك جدا يعني، وتهاجمت بعد كده في الاغنيه بتاعت مش حاجه تيجي كده مثلا، مش حاجه تيجي كده برضه، وبعد كده البطيخ والتشت والحاجات دي اتهاجمت فيها برضه. بس طب يا جماعه، هو انتوا انتوا دلوقتي لو جيت قلت لك مثلا هجيب لك في الفرح نانسي عجرم هتعملي كده؟ يا ريت هعمل فرح تاني، وهتدفعي 50,000 دولار و100,000 دولار، وهتدفعي فلوس كتيره جدا عشان خاطر نجمه زي دي. فايه يعني نعدي الحته دي شويه ليه؟ لان كل الناس لازم تلفت الانتباه في بدايتها. في شريف فكره الكلمه من البدايه انا كنت هو فرح الفكره باينه. هي بس ان انا اتدخلت في ايه؟ في ان يا جماعه انا عايز الفرح تبقى لايف. يعني كانت فكره يا اما تجيبي فرح تعملي فرح زي الافلام كده، يا اما تصوري فرح لايف. فانا بس كان كل رايي لا احنا هنصور افراح حقيقيه. بس لكن تصوروها ازاي؟ هتعمل الكاميرا منين؟ ده مش شغلي، معرفش المخرج هو اللي بيختار، لكن الفريم الرئيسي طبعا لازم بتبقى انت حاطه. طيب كان ليك لما